خلينا ننتقل لرئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، وبدا اجتماع مجلس الوزراء اللي تم امبارح في مقر المجلس في مدينه العلمين الجديده، بالتاكيد على ان الحكومه المصريه بتقدم كل الدعم والمسانده لقواتنا المسلحه في مواجهه الاعمال الارهابيه اللي بيقوم بها التكفيريين. اشاد الدكتور مدبولي بنجاح ضباط وجنود قواتنا المسلحه في احباط الهجوم الارهابي اللي تم في شمال سيناء ومطارده قواتنا المسلحه للعناصر التكفيريه وقتل 18 تكفيري. قال رئيس الوزراء إن مصر عمرها ما واجهت الكم الكبير ده من التحديات الداخلية والخارجية على مدار تاريخها، وأكد ثقته في إن ربنا هيكتب لبلدنا النصر في كل معاركها وهتكون قادرة على مواجهة كل التحديات والصعاب.